بمعرض دبي دول للسيارات راح يكون في سيارات الناس راح يضلوا يحكوا عليها لأسابيع بعد المعرض، ولكن هاي اللائحة هي لثلاثة من السيارات اللي ما لفتت انتباه أي حدا من الزوار. إليكم هاي اللائحة. مخبأة بزاوية بعيدة من صالة المعرض بتقف قدامنا سيارة الهوندا سانتا في، واللي يمكن انه بتلفت الانتباه بالشارع كسيارة SUV متوسطة مميزة ومنتشرة بأسواقنا، ولكن لما بتحط بيها سيارات حصرية بمعرض دبي الدول للسيارات 2017 فعلا عم بتصارع هاي السيارة لفت انتباه زوار المعرض. صارت مشاهدة سيارة بتحمل شعار كرايسلر على الطرقات حدث نادر، ومع أنه كرايسلر وضعت سيارة الباسيفيكا في مقدمة منصة عرضها بمعرض دبي الدولي للسيارات، لكنها كأي سيارة فان بأسواقنا ما نجحت بأنها تجذب جمهور حقيقي ليتعرفوا عليها. بتحس انه نيسان مايكرا جاي على حفلة مهمة، لبست احسن الملابس اللي عندها وتزينت بهاي الجنوط السوداء الرياضية وتنكرت كأنها هوت هاتش. ولكن لما تكون انت عم توقف على منصة من نيسان بجانب غودزيلا النيسان جي تي ار نيسمو وسيارة من المستقبل مثل البليد جلايدر واول سيارة كهربائية بالكامل من نيسان بأسواقنا مثل النيسان ليف، فمن الصعب انك تحصل على اي اهتمام. محاولة جيدة من المايكرا، ولكن إن شاء الله تكون حظك أوفر بالسنوات القادمة.